بص بقى يا عم علي، خرجت من النادي الاهلي وتمام واحترام وكابتن خطيب والدنيا تمام التمام يعني. نادرا نادرا ما بتاتي فرصه ان واحد يخرج من النادي الاهلي ويرجع تاني. جات لك الفرصه، هتحكي بصراحه ولا مش هتحكي؟ احكي وقول لي عشان انا عندي كل التفاصيل والكواليس. ايه اللي حصل بعد اصابه الشناوي وبدا اسم علي لطفي يتردد مره تانية انه علي راجع النادي الاهلي وانه لا توجد ممانعه من نادي زد لعوده علي لطفي النادي الاهلي؟ احكي لي. والله يا كابتن، احنا كنت انا في معسكر، كان عندنا ماتش، فلقيت تليفون من الكابتن امير توفيق. كويس. بيقول لي ايه، جاهز ولا ايه؟ قلت له جاهز ليه؟ اه. قال لي انت ما قريتش الاخبار؟ قلت له ممكن تكون اخبار. قال لي لا، الشنطه جاهزه يعني؟ قلت له اه جاهزه، ما تقلقش. حلو. بس الاول النادي، يعني نادي زد. نادي زد الناس زي ما قلت لحضرتك في قمه الاحترام معايا والتقدير صحيح. والناس محترمه جدا، فما ينفعش هطلع الا من خلال النادي وموافقه النادي، نادي زد. كويس. فقال لي خلاص اوكي، احنا اتفقنا خلاص مع الاداره والدنيا ماشيه بشكل كويس، وان شاء الله قريب تبقى موجود معانا يعني. قلت له خلاص انا ما عنديش اي مانع طالما النادي طبعا اكيد يعني النادي الاهلي هو بيتي يعني، وزي ما بيقولوا اسمي ظهر بشكل اقوى مع النادي الاهلي بصراحه يعني. نعم. فمن الصعب ان النادي يكون محتاج لي في ظروف صعبه زي كده مع اصابه الشناوي، مع وجود مصطفى شوبير، وانا متاكد حتى الناس كتير كانت بتكلمني جماهير في الشارع، طب مصطفى يقدر يشيل؟ قلت لهم يا جماعه والله يقدر يشيل. حتى كان محمد سمير بنتكلم انا هو كابتن الفرقه عندنا في زد، محمد سمير ولاعب النادي الاهلي سابقا فقعد يتكلم معايا وقال لي والله انا شايف ان اوفا هو اللي ياخد ويكمل، وايه المشكله؟ وقلت له والله بصراحه انا 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 موافقه كده، لان انا عارف مستوى مصطفى شوبير كويس، وعارف هو بيأدي ازاي في التمرين. فقلت له هي دي فرصته، وهي هي الناس بتظهر كده الاجوان. نعم. حتى كمان بيظهروا كده في وقت الحاجات الصعبه. نعم. في وقت اصابه هو هيظهر امتى يعني؟ صحيح. هياخد امتى؟ فلقيت كابتن امير كلمني، قلت له خلاص اوكي مفيش مشاكل، ولقيت تليفون من اداره زد. ايه انت عايز ايه؟ قلت لهم انا ما عنديش اي مشكله، بس القرار الاول والاخير بتاعكم انتم، موافقين؟ انا ما عنديش اي مشكله. رافضين؟ انا برضو ما عنديش اي مشكله، لان انا مبسوط جدا معاكم، لكن انا ما اقدرش اقول للنادي الاهلي لا. فمش هينفع القرار انا هاخده لو انتم مش عايزين نطلع، فانا مش هينفع انا اقول كده. كويس. من الصعب جدا ان انا اقول للنادي الاهلي لا وجماهيره، صعب جدا ان انا اقدر ازعلها في حاجه زي كده. فالامور راحت وجت وفي جوان تانية دخلت في الموضوع والدنيا وبتاع، فلقيت الموضوع خلاص. كلمك تاني امير ولا كانت المكالمة دي بس؟ لا، امير كلمني تاني بصراحة. فقال لي هو في مشكلة بينك وبين الجهاز الفني؟ قلت له لا خالص مفيش اي مشكلة. خلينا نكون اكثر تحديدا، بينك وبين ميشيل يانكو. بيني. نعم. وبين ميشيل. فقلت له حصل في تاتشات، وده وارد يعني عادي. في الكورة ده عادي طبعا، بس مرة اكيد مرة مش عارف ايه، مرة بنشد، ممكن بنشد في الملعب مع بعض، بس في الاول وفي الاخر هو مدرب وانا لعيب، و ما اقدرش اتعدى حدودي معاه في اي حاجه يعني، ففي الحوار معايا. فقلت له ممكن يكون كده. قال لي طب خلاص، احنا لسه الايام اللي جايه ما نعرفش فيها ايه، وهنشوف الدنيا فيها. قلت له انا ما عنديش اي مشكله، شوف انتوا الموضوع هيمشي ازاي، وانا كده كده الحمد لله انا في نادي ونادي محترم، فما عنديش اي مشكله في حاجه يعني. وتوقف الحوار. وتوقف الحوار على كده. لكنه في جزء مهم جدا في الحوار، هل بالفعل الشناوي وشوبير كانوا على تواصل معاك وكانوا عايزينك تيجي النادي الاهلي؟ احكي لي شويه. دي حقيقه يا كابتن. والله يعني انا الحمد لله التعامل بيننا انا ومصطفى واوفا والشناوي، الحمد لله احنا بنتعامل مع بعض، والله ده مش كلام انشاء او اي حاجه. لا، هي دي الحقيقه، اللي احنا كنا بنتعامل مع بعض كاخوات فعلا، لان احنا مع بعض. انا بقول لحضرتك احنا كنا انا متهيألي ما كنتش بتشوف مصطفى. نعم صحيح. انا بقى ما بشوفش ولادي، زوجتي، والدي، والدتي. انا بشوف مصطفى، بشوف الشناوي، وبشوف لعيبه الاهلي اكتر ما بشوفهم في المعسكرات، في السفر. فالتعامل بينا الحمد لله كان اخوي بشكل كبير جدا، وكانوا بيكلموني ايه الموضوع، وصلت لغايه فين، هتيجي ولا ايه، احنا محتاجينك معانا الفتره دي. الاثنين بصراحه. احكي لي مكالمتك مع الشناوي. الشناوي مش عارف ايه اللي حصل تقريبا، بيقول انت مش عايز تيجي ليه؟ كان في المانيا ساعتها.
فانا بكلمه بطمن عليه فلقيته بيقول لي انت مش عايز تيجي ليه؟ قلت له شناوي مين اللي ما مين المجنون ان الاهلي بيبقى عايزه ومش عايز يجي؟ ما ينفعش انا ما اقول لا. قال لي امال في ايه الدنيا واقفه ليه وبتاع؟ قلت له شناوي والله ما اعرف، انا لو موضوع خلاص هيبقى في حاجه هقول لك والله. وبعدين يا عم انا مصدقت ارتحت منكم انتوا الاثنين، انتوا عايزين نرجع ليكوا تاني ليه؟ فقال لي لا احنا محتاجينك معانا الفتره دي، والفرقه محتاجاك انت ومصطفى تبقوا مع بعض الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه فتره صعبه. فقلت له والله احنا هنشوف يعني شناوي لسه الايام. فلقيته بيكلمني، كنا على طول بتواصل مع بعض بنتكلم. فقال لي انا سامع ان انت الموضوع خلاص بتاعك خلص. قلت له شوبير اوف انا سامع برضو كده. ايوه. فلغايه دلوقتي مفيش حاجه جدت يعني. فقال لي خلاص شوف لو في حاجه اكيده كلمني وبتاع وعرفني يعني ان الموضوع لسه ماشي ولا ايه يعني. بس ده الحكايه.